واحنا عارفين ان في خطوه مهمه جدا يعني بصدد التنفيذ خلاص بشكل رسمي، هو فرع النادي الاهلي في الاقصر، وفي وفد طبعا من الاهلي وشركه استادات القابضه بيتفقد فرع النادي بالاقصر قبل افتتاحه رسميا. ودي صور للوفد اللي موجود هناك في الاقصر من قبل النادي الاهلي. طبعا في جوله بالنسبه للوفد ده، جوله تفقديه النهارده الخميس ظهر اليوم في فرع النادي، وفي حضور وفد شركه استادات القابضه اللي بيترأسه طبعا الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه. الجوله دي يعني شهدت اطلاع على كافه التفاصيل المتعلقه بالبنيه التحتيه والمنشات التي سيتم استكمالها وبعض الامور الهامه جدا. خلينا نقول لحضراتكم وفد النادي الاهلي في الرحله دي مين؟ العميد محمد مرجان طبعا مدير التنفيذي النادي الاهلي، السيد عماد حلمي المدير المالي، ورؤوف عبد القادر طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، كابتن خالد بيبو مدير اكاديميه الاهلي، والسيد كمال محسن مدير الحاسب الالي، والسيد وائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد الالفي مدير الخدمات، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونيه، ومحمد رمضان نائب مدير الاشتراكات. كل الناس دي هناك ليه؟ عشان كل واحد ليه تخصص معين يتفقد الفرع يكتب ملاحظاته، الامور اللي محتاجه تتعدل، الامور اللي خلال الفتره اللي جايه هيتم الانتهاء منها، اللي ينقص هذا الفرع من جميع الجوانب. فده امر غايه في الاهميه، والاهلي لما بيشتغل في الحاجات دي بيشتغل بجديه، وفي الحقيقه كل الملفات بيشتغل فيها النادي الاهلي بالجديه المطلوبه. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في تقرير بيعده او هيعده العميد ده محمد مرجان عشان يقدمه لمجلس اداره النادي الاهلي بخصوص كل الامور التي تخص هذا الفرع الجديد. وطبعا في ظل سياسه النادي الاهلي المميزه جدا في الانتشار في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه والوصول لاكبر كم ممكن من جمهور النادي الاهلي في كل مكان، واعضائه اللي ممكن ينضموا للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ده امر مهم جدا. هيتم تقديم التقرير وبعد كده يتم اتخاذ الخطوات النهائيه علشان يتم افتتاح الفرع بشكل رسمي باذن الله. انا هقرب من الصوره بشكل اكبر واروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي اللي موجود هناك في الاقصر بخصوص هذا الحدث. يا ادهم مساء الخير عليك. مرحبا بك زميلي العزيز امير هشام من قلب الصعيد النابض مدينه الاقصر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، قول لي وصف لي الانطباعات الاولى لوفد النادي الاهلي هناك ايه؟ الحقيقه امير الحدث فرض نفسه وفرض اهميته وفرض حبه. افتتاح فرع النادي الاهلي الجديد بالاقصر، الاهتمام جاي من جزئيتين يا امير. الجزئيه الاولى الاهتمام الجماهيري في الاقصر، يمكن كان لنا جوله في شوارع وميادين الاقصر مع الجمهور الجميل والمواطن الاقصري اللي حابب يعبر عن حبه ودعمه ومساندته ودفء الجماهير، وقد ايه هم حابين تواجد النادي الاهلي النادي الاكثر شعبيه في مصر والوطن العربي وافريقيا انه يكون موجود، وهيكون في ترجمه لكشف عن الموهوبين سواء في جميع المراحل العمريه او في جميع الانشطه الرياضيه للنادي الاهلي. اقدر اقول لك زميلي امير ان وحده النادي الاهلي الاقتصاديه بتتحقق فعلا على ارض الواقع زي ما وعد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده ايقونه واسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. ده كان على مستوى الاهتمام الجماهيري. على مستوى الاهتمام من النادي الاهلي، يمكن شرفنا بالتواجد طبعا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، الكابتن خالد بيبو نجم نجوم النادي الاهلي ومدير عام اكاديميات النادي الاهلي، مستر محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه استادات، نجوم برنامج ملك وكتابه الكابتن عبد القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. قد ايه في رؤيه، قد ايه في اهتمام، قد ايه النادي الاهلي حابب انه ينشر الفروع في جميع ربوع مصر. الكشف عن الموهوبين، قد ايه النادي الاهلي عايز يدعم جميع الموهوبين في جميع الاراضي المصريه كدور النادي الاهلي اللي مش بس دور رياضي، لا هو دور تنموي ودور مجتمعي بالاساس. الانطباعات بقى كانت عباره عن ايه؟ هل في حاله من الرضا عند وفد النادي الاهلي بخصوص هذا الفرع ولا لسه ينقصه الكثير للتطوير يعني؟ الحقيقه في حاله من حالات الرضا، البنيه التحتيه اكثر من ممتازه، في كان في شويه ملاحظات وكان شويه مناقشات ما بين وفد النادي الاهلي، لكن عبروا الحقيقه عن حبهم وعبروا عن اعجابهم بالبنيه التحتيه، تواجد مكان اكثر من رائع،
نادي طيبه اللي موجود مكان اكثر من رائع، بنيه تحتيه اكثر من ممتازه، مع شويه تطوير مع شويه ملاحظات بسيطه هيكون فرع النادي الاهلي ان شاء الله مستعد لاستقبال الجمهور الاقصري باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله هيعبروا عن حبهم وسعادتهم بالتواجد في فرع النادي الاهلي الجديد بمدينه الاقصر ان شاء الله باذن الله. يا ادهم انا بشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا ادهم ندى مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مدينه الاقصر بخصوص تفقد مقر النادي الاهلي هناك في الاقصر.